حياتي في المطبخ. في المطبخ نرحبوا بكل مستمعينا الكرام ونرحبوا بصديقة البرنامج أم يحيى. أم يحيى أهلا وسهلا بك. أهلا بك أختي، السلام عليكم. شحالك لباس عليك؟ الحمد لله الحمد لله، الله يطول عمرك. كنتم لباس؟ الحمد لله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. مرحبا وسهلا بك. إذن أم يحيى شنو تقدمي لنا؟ المرة اللي فاتت كنت قدمت لكم الريب اللي كيتباع قدام المساجد، دابا نعطيكم دانا ياغورت للشرب. نعم ياغورت وكيك تيفال وسباكيتي بالصلصة الخضراء. الو نعم نعم كتسمعيني؟ اذا نبداو بسباكيتي الصلصة الخضراء. ها هو ان شاء الله. الوغ نحتاجوا العلبه ديال السباكيتي ولا تاغلياتيل اللي متوفر عندنا على حسب الرغبه. بصله مشروط الدقيقه، اوراق ديال الحبق مقطعين، شويه ديال المعدنوس، جوج دروصه ديال الثومه، نص كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، شويه ديال الملح، نعم والبزار، وشويه ديال الفرماج محكوك للتزيين. نعم ندوزو للطريقه. نعم تفضلي. الخلاط في الخلاط الكهربائي كنخلطوا الحبق المعدنوس الزيت الثومه الملح البزار، كنخلطوهم مزيان. كنمشيو كنسلقوا السباكيتي في شويه ديال الماء والملحه ومرقه ديال الزيت، من بعد كنصفيوها كنغسلوها بالماء بارد ونخلطوها مع الصلصه ديالنا. يمكن لينا نضيفوا ليها شويه ديال صلصه البيشاميل، هذا اختياري. نعم اولا نكتفيو غير بهذيك الصلصه الخضراء. كنخلطوها مزيان وكنوضعوها في واحد المول اللي كيكون مدهون وكندخلوها شويه للفران. وكنقدموها بالصحه والراحه. ما شاء الله هي سهله في التحضير دغيا كتوجد. فعلا سهله في التحضير. إذا مكونات قلتي لنا ياغورت، عفوا علبة من سباكيتي أو تاغلياتيل اللي بغينا. نعم وبصلة مشلظة، أوراق من الحبق، معدنوس، ثوم فصين الثوم، نصف كاس من زيت الزيتون، قليل من الملح والأبزار، وطبعا فرماج للتزيين. نعم إذا نشوفوا معاك ياغورت. نعم أم يحيى. نعم نشوفوا معك ياغورت مكوناته. نعم نحتاجوا ليه جوج خنيشات ديال الحليب مجفف أولا جوج كيسان صغار، جوج دانون، جوج ياغورت فاني، جوج فاني، نعم يترو ديال الماء المعادي، نعم يترو ديال الحليب، 180 غرام ديال السنيده ولا على حسب الذوق. بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحلاوه يمكن ليهم يزيدوا، لكن 180 راه كافيه راه مزيانه. ندوزو للطريقه دابا. اذا في الكوكوط على النار كنحطوا الكوكوط وكنديروا فيها هذاك الماء الليتر ديال الماء حتى كيغلى لينا. في الخلاط الكهربائي كنخلطوا الحليب، الحليب العادي والمجفف والفاني والياغورت والسنيدة، كنخلطوهم مزيان، كنصبوهم مباشرة في الكوكوط وكننحركو وكنسدو عليها وكنوضعو في الصفارة، كنغطيوها بواحد الغطا سخون، واحد المنطة تكون سخونة، وكنخليوها حتى الغد. بالنسبة للناس اللي تيبغيو شوية يكون خاطر بزاف حال الريب، يمكن ليهم يضيفوا راس معلقة صغيرة من خميرة الحلوى، أنا شخصيا تنضيفها راس معلقة من خميرة الحلوى. خميرة الحلوى بالنسبة للناس اللي كيبغيو خاطر. نصدو الكوكوط ونديرو الصفارة نلويوها في منطقة سخونة دايرة كاملة ونخليوها حتى الغد، عاد نخويوهم في قريعات ونديروهم في الثلاجة يبردو عاد نقدموهم. نعم ندوزو دابا للكيك تيفال اللي في المقلة ديال البغرير. البغرير غنحتاجو لجوج بيضات، نص كاس ديال السنيدة، نعم كاس ديال الحليب، كاس مع مرش ديال الزيت، فاني، جوج خمارات، نعم
جوج كيسان ديال الدقيق. بالنسبه للفوزيين غنحتاجوا الكناش، فيه كاس صغير ديال السنيده، كاس صغير ديال الزيت، كاس صغير ديال الماء، كاس صغير ديال الكاكاو، فاني، شكلاط اسود تقريبا واحد 3 دراهم، معلقه صغيره ديال الزبده. هذه الطريقه. دابا نتربوا البيض والسنيده وفاني وقبسه الملحه مزيان، ونضيفوا لهم الزيت ونخلطوا، ثم نضيفوا نزيدوا الحليب والدقيق مغربل مع الخميره. من بعد نقسموا هذاك الخليط لاربعه، اربعه الاجزاء. ناخذوا المقله، المقله ديال البغرير، ندهنوها ونرشوها بالطحين ونصبوا فيها الجزء الاول. الجزء الاول ونديروها على نار مهيله طيب، ونغطيوها، نديروا لها الخطا، نغطيو هذيك المقله ونخليوها تطيب على خاطرها. من بعد ما كطيب كنقلبوها على الوجه الاخر، حتى هو كطيب كنحيدوه وكنعاود نديروا الجزء الثاني، وهكذا حتى كنطيبوهم بربعه. نعم، على شكل طبقات. على شكل طبقات. من بعد هاد الاثناء كنمشيو نحضروا الكناش. كنخلطوا الماء والزيت والسنيده والكاكاو مزيان، كنديروهم في واحد الكاسرونه على نار مهيله وكنبقاو نحركو حتى كيعقد. كنضيفو ليهم الشكلاط اسود ومعلقه صغيره ديال الزبده وكنحركو. كناخذوا الكيك الاول اللي حضرناه، كنوضعوه في واحد الاناء، كنصبوا عليه شويه ديال الكناش. من بعد كنوضعوا الكيك الثاني، نعاود نصبوا الكناش والثالث، حتى كنكملوا كله. كنغطيو هذوك ربعه الطبقات كلهم كنغطيوهم بالكناش. بالنسبه للتزيين، مهم كل وحده يمكن لها تزين باي حاجه بغاتها. انا زينت بالكوك في الجناب، عملت الكوك، وداك الشيء اللي كان كيطيح ليا من الكناش، داك الشيء اللي كان زايد وكيطيح، جمعته وخلطته مع الكوك ودرته كويرات، زينت بهم سطح الكيك من الفوق. يمكن لنا نديرو اللوز افيلي في الجناب، اولا القرقاع مهرمش، او اللوز حتى هو مهرمش، ولا الكاوكاو اللي بغينا، وخطة بالشكلاط من الفوق. ما شاء الله عليك، صافي، وكنقدموها بالصحة والراحة. نعم، ما شاء الله عليك. إذا نعلو مقادير الكيكة. نعاودوها؟ نعم، قلتي لنا نحتاجو البيضتين، نصف كاس من سنيدة، كاس من حليب، وكاس من الزيت وفاني. كاس معامر، ما يكونش عامر. معامر من الزيت، فاني، وخمارات نحتاجو لها ثنتين، وكاسين من الدقيق. تماما. بالنسبه للكناش قلتي لنا نحتاجوا كاس صغير من السنيده، نفسه من الزيت، ونفسه من الماء والكاكاو. نضيفوا له فاني وشكلاط اسود، تقريبا قدرتينا ب 3 دراهم. 3 دراهم، نعم، وملعقه صغيره من الزبده. تماما، ما شاء الله، والطريقه واضحه تبارك الله. ربي يخليك. اذا محيا، نشكروك على الوصفات اللي عطيتينا، وان شاء الله تشاركي معنا في الحلقات القادمه. ان شاء الله، ربي يخليك. وراه الحلقات كلهم مشكوره اختي امونه مزيونه، راه تسجيلات في القناه ديالها في اليوتيوب امونه مزيونه، كل واحده فاتها الحلقه اكيد غادي تلقاها عندها ان شاء الله. ان شاء الله. وتحيه ليك ونشكر امونه اكيد، كل صديقاتي بدون استثناء. يا مرحبتي وسهلا بك. ربي يخليك، شكرا. السلام عليكم.